السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بهذا اللايف فيديو. خلينا نتأكد إنه طالعين لايف وأنا بالكادر، المفروض أنا بالكادر. أوكي طيب، مساء الخير. هذا الفيديو معي أبو حمد فيه، أستاذ خميس، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. يا حي الله، بدنا شوي نرفع صوتنا عشان يوصل على المايك. يا مرحبا حديد، أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ طيب حي الله. طيب، امبارح نزلت أول حلقة من البرنامج هذا اللي بطرح فيه. شو رأيك؟ فكرة شو رأيك؟ وفكرة البرنامج كانت انه بنطرح نقطة او طروحة معينة وبنشوف اراء الناس فيها. كانت طروحة امبارح انه البزنس تبعك قديش مهم انك تنتبه او تدير بالك على الاوفلاين اسبيكتس منه، مثل مثلا اذا كان شوب الديكور تبعه، الموظفين، المكان كذا. نفس الاهمية ونفس الانتباه له لازم كمان تنتبه له اونلاين. كيف انت بتدير عليه اونلاين؟ تدير بالك عليه اونلاين، لازم تدير بالك اوفلاين، عفوا، لازم تدير بالك عليه اونلاين. اوكي، الان كان في من احد الاسئله اللي اجت على هذا اللايف فيديو ما يلي، انه طبعا هي الاخت اللي سالت عندها ميك اب بزنس، او يعني اشياء تتخصص او تتعلق بالبيوتي للنساء، ويبدو انه كانت تبيع من انستغرام او شيء. فبتقول المشكله انه الناس ما بتشتري مني او ما بتثق بالمنتج لانه اونلاين، وبسبب تجارب سيئه مروا فيها، فبالتالي مخربين الجو كله. فالفكره هون ان التساؤل اللي بنطرحه الان سوا مع بعض بخصوص كمان تجربتك، لانه انت لك يعني باك جراوند بالاونلاين بزنس مثل ما لي. الفكره هي هل فعلا نقدر نستغني عن الاوفلاين بزنس للبزنس وركز على الاونلاين بس منه، وكيف ممكن نحل هاي المشكله تبعت الثقه اللي الناس ما بتقدر بدها تجرب المنتج، بدها تيجي على محل تشوفه وتمسك علبه المكياج تفتحها تجرب. هاي كيف ممكن نحلها اوفلاين واونلاين؟ كيف، شو الحل ممكن له؟ اوكي، ممكن الموضوع بالبيوتي جديد عليك، انا عقارات ومع عقارات عندك ممكن، بس خلينا نشوف، خلينا نشوف شو عندك. كنا من وجهه نظر انه يعني هو في النهايه بزنس، سواء هذا الشيء مكياج او غيره او عقاره او اي شيء. دائما انا اعتقد ان اذا كان عندك محل، على سبيل المثال محل، اوكي، بالعكس انت تكون ثقه العميل بالمحل او في الرخصه التجاريه الموجوده عندك افضل من انك تكون مثلا عندك رقم انستغرام وماشي عليه غير مرخص. في انستغرام يكون مرخص، هذا ايضا اكثر ثقه. فانت عندك مثل ما تقول، لا اللي هو قاعده اساسيه حتى تبدا. الان الاوفلاين ممكن يكسبون ممكن ما يكسبون، ولكن الاونلاين ماركتينج هو الدينامو المحرك لحل الاوفلاين. لان الاونلاين على سبيل المثال شو احنا كنا نتكلم، الفيديوهات اللي خاصه اللايف، اللايف هذا يعني قبل شوي كنا نتكلم نقول ان اللايف فيديو افضل 4 مرات من التسجيل، حتى بيجيب نتائج افضل، بيجيب لك انجيجمنت اكثر. طيب بس موضوع الثقه كيف ممكن نحله؟ انت هسه ممكن ترى على فكره تتحول الموضوع الراي والراي الاخر، لانه يعني انا بتمنى راي عكس رايك. انت رايك انه اساسي يكون في عندك زي من الاوفلاين بريزنس، رخصه، مكان معين وغيره وكذا. يعني طبعا نحكي هون مش بس على الناس اللي عندهم بزنس او بيشتغلوا بالامارات، يعني السؤال جاي اعتقد من لبنان او من الاردن، فبالوطن العربي كامل وين ما كانت الناس. فانت بتقوله انه محتاج اوفلاين بزنس، محتاج مكان ناس تيجي عليك وتشوف مكانك، هيك لا يغنيك الاونلاين عنه بالمره، هيك طرحك؟ لا لا، ما هو شوف، انا اقول ثقه. اوكي، يعني يكون عندك محل مثلا على سبيل المثال بزيد الثقه، بزيد الثقه. افرض ما افرض ما في محل، كيف بدنا نزيد الثقه؟ طيب هذا سؤال سحري. ايوه هذا السؤال. بدي اتاكد اذا صوتنا واصل عندكم، اذا بتكتبوا لنا بالتعليقات خلينا نشوف اذا صوتنا تمام لكم، واضح ولا لا. وكونه احنا انا بستعمل كاميرا اماميه، فراح الف ورا الكاميرا اشوف تعليقاتكم. ابو محمد حاول جاوب على السؤال عما انا شايف التعليقات. هو دائما يعني اكيد ما في غنى عن الاونلاين ماركتينج ابدا، مهما كان لابد انك تكون متواجد، لان مثل ما ذكرت الاخت تكون من الاردن وعندها منتج مثلا معين. طيب كيف بتتواصل مع الناس اللي في الامارات على سبيل المثال، وكيف بتتواصل مع الناس اللي هي لو بدها تبيع باللوكال اريا تبعتها، لو بدها تبيع مثلا بالمدينه اللي هي فيها، عمان، اربد، جرش، العقبه، كرك، وين ما كان بالاردن، بالمدينه اللي هي فيها. طيب اوكي، ما هي لازم تستخدم الاونلاين، لابد. ماشي، بس بتقول لك الناس اللي بتتفرج علي او بتشوف المحتوى تبعي او بتشوف البزنس تبعي اونلاين
يكون عندهم تشكك انه هل هذا حقيقي اصلي مش اصلي مغشوش. عفوا هي تبيع المنتج ولا تبيع اللي هو شو اسمه يعني تسوي لا 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 تبيع منتجات تجميل اه مش 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 مش, مش صالون تجميل تبيع منتج التجميل. طيب ما هي الماده هذه كيف الشخص هذا بيثق في هذا المنتج؟ ما كل المنتج فيه له سبيسيفيكيشن فيه له مواصفات معينه شو الهدف منه شو المشاكل اللي يحلها لابد انه تكون تعرف الاشياء هذه للناس. الشخص اذا اخصصت له حل لهالمشكله هذه اللي عنده مثلا على سبيل المثال او شو هالمنتج بيفيده اكيد هي سؤالها انه الناس بتكون متشككه هذا اصلي ولا مش اصلي. انا مضعضع بالاشواء السواليف الميك اب والقصص بس بدي احاول اذكر براند والله عندك اي نوع براند ذكر نوع براند لوريال والله بدنا نقول لسه بشكل كله بتعرف لوريال خلينا نقول لوريال هي بتقول ممكن اوكي هذا ممكن حاطين انتم الليبل لوريال بس مش اصلي جوا ممكن يكون مغشوش هيك الناس اللي بيعرفوهاش ممكن يفكروا فكيف ممكن تحل هاي المشكله هاي هنا الليبل مثلا تثبت عكس شيء هذا طالما هم اهتموا في هذا المنتج وصلوا عندهم وصل الاهتمام عندهم انه يكون الشيء هذا بس مش متاكدين اصلي مش اصلي. اوكي. اذا يتركز على النقطه هذه الاصلي ولا مش اصلي بحيث انها تحل هالعقبه هاي المشكله اللي تمنع من وصول المنتج هذا له او شراء العميل هذا من هذا المنتج يعني ركزي على هالنقطه هذه حتى تطلعين بنتيجه هم معجبين بالمنتج ربما. اوكي. ولكن الثقه يمكن معلومة يمكن قليلة لأنه ما بيعرفوها أكيد إذا طبيعي الناس اللي تعرفوهش لسه بدك تبني معه علاقة تركز على الشيء هذا وأكيد والشيء الثاني ممكن تأخذي تستيمونيال اللي هو شخص مثلا جرب الشيء هذا بحيث أنه تحطيه هذا روح حافز يعطي للناس ويشيل اللي هو عدم الثقة من حل. باقي الزبائن 100% أنا بالضبط بالإضافة للتستيمونيال بدي أضيف نقطة ثانية كمان أنا البراندز اللي بيفتحوا بزنس أونلاين بس مخصوص هذول الناس اللي بتفتح على الانستغرام يعني بيقول لك أنا عندي مثلاً هالمنتجات معينة خلنا نقول خلنا نعتبرها لوريال مثلاً أنا أقول عندي 1000 قطعة منه بالبيت ولا وين مكان وبدي أبيعها بدي أبيعها أونلاين بروحوا بيعملوا انستغرام أكاونت وببلشوا ينزلوا لك من هالصور من هالفيديوهات اللي إلها داعي ولا ما إلها داعي اللي إلها دخل ولا ما إلها دخل وبيحطوا لك بالبايو تبعهم للطلب ابعث على الواتساب او كذا هذا معظم الناس اللي بيشتغلوا بالطريقه هذا بيكسر برضو الثقه اذا بدك تظهر انت لازم طبعا مش اذا بدك لازم تظهر انت لعميلك بانك موضوع ثقه فبده يكون على الاقل عندك اونلاين ستور ما يكونش البيع انه اطلب لي على الواتساب شو اللي يطلب على الواتساب هي بتصير دكان اذا تبعث على الواتساب اذا بدي شيء مثلا سوبر ماركت هذول ببعث له على الواتساب مش 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 بزنس ممكن تعمل له سكيل وقصص لكن بدك تعمل له براند معين يكون في لوجو يكون في اسم للشركه اكيد لازم يكون رخصه طبعا بس اجين مره ثانيه التحدي هو وين المكان هل اروح استاجر له محل بمول واتكلف فيه ولا عادي لو خليت الرخصه مثلا المكان نائي يعني مثلا لو انا عندي مثلا بزنس وستور بالغربيه مثلا ابو ظبي تفرقش انا بالنسبه لي معي انه انا ما بدي الناس تجيني على الستور انا بدي اشتري منه اونلاين حتى برخصه الانستغرام ايوه طبعا ايوه بس ايش اهم شيء فيه رخصه هذا البزنس مرخص من من جهه معينه في دولته اصلا هو الرخصه هذه تعطي ثقه لانه هذا انه هذا مش على راسه شغله فالنقطه الاولى يكون في عندنا رخصه النقطه الثانيه انه يكون في عندنا اونلاين ستور ويب سايت موقع فيه براند للموضوع في لوجو في كذا في شيء والنقطه اللي حتخلي هذول النقطتين فعالات اللي هي النقطه اللي حكاها ابو حمد التستيمونيالز كيف تخلي الناس اللي جربت المنتج تحكي رايها فيه بفيديو طبعا ممكن الان يكون في بعض التحدي هذا على موضوع الفيديوز انه كيف اخلي الناس تحكي فيديو عن تجربتهم مع منتجي فشو برايك افكار كيف ممكن نحفز الناس انه مثلا انا بعت لحدا هالشامبو لوريال اوكي كيف كيف اخلي حد صبيه اشترته تيجي تحكي عن تجربتها وتقول انه هذا اصلي من البراند الفلاني او من الشركه الفلانيه الانستغرام الفلاني انا اشتريته جربته وحياتي تغيرت كيف ممكن يعني ممكن كيف ممكن نقنعها؟ يعني حسب الشخص نفسه يقنع الشخص هذا هل اللي هو يعني جاهز انه يطلع يقول الكلام هذا ولا جاهز وبعدين مش الواحد مثلا يجيب من قرايب ما يكون غش لا ابدا لا. لازم يكون صحيح اوثنتيك طبعا فعلا صحيح لازم يكون حقيقي اي ليش؟ لان
الناس ترى بتحس اذا بغش بتحس الناس مش اغبياء بعدين يعني. الناس اذا من حرب على سبيل المثال او الناس من بيعرفوا بعض بيعرفوا بعض لابد انها تكون شويه يعني حقيقيه فاول تيب بتكون اوثنتيك ايوه انا كيف تقنعها؟ انا اعتقد اذا طلبتي من البنت هذه انها تطلع عندك مثلا على اللايف تعود انا تحكي تجربتها انا ما اعتقد انها اكمال شو المشكله بالضبط اشكرك يعني انا أشكرك. اعتقد ما فيها ابو حمد اعطى تو وانا بعتبرهم من البيست تيبز عشان تخلي حد عشان تاخذ بيست تيستيمونيالز اول نقطه اللي هو تكون اوثنتيك تكون صادق ما تجيبش حدا مدفوع لهم يطلعوا يحكوا او حدا من القرايب يعني اللي عشان يدعمك بس بحكي جيب حد ريل كاستمر مر فيها فهي بيج ثامب اب الشغله الثانيه انه الناس اللي بتجيبها تحكي في التستيمونيال حكيت ايش اخر نقطه انت يعني تجيب شو اللي معها ايوه تسال تطلب اشكر احيانا بس انك تطلب احيانا اللي بوقف بينك وبين الجواب السؤال فقط يعني ما بتعرف المثل بيقول لك يو ويل نيفر نو انليس يو تراي عمرك ما تعرف ما حتعرف الا اذا جربت انا شو بعرفني شو في ورا الباب هذا الا اذا رحت هناك وشفت فعلى الاغلب 50-50 بتصير تشانسز اذا ما سالت اكيد دائما الجواب لا اذا سالت في عندك 50% و 50% لا فاطلبوا من الناس تستيمونيال بدي اضيف كمان تيب ثالثي على كيف تاخذ تستيمونيالز غير انك اول شيء تاكد انها اوثنتيك ثاني شيء انك تطلب مثل ما حكى ابو حمد النقطه الثالثه ممكن تعمل كومبيتيشن تستيمونيالز يعني ممكن تنزلوا اعلان انه احنا محتاجين 10 تيسترز يجربوا المنتج هيك فور فري فاللي حاب يشارك بهذا المسابقه يدخل مثلا على يكتب بوست او شيء على الانستغرام او على الفيسبوك انه انا مهتم اعمل اجرب معكم فاللي بصير انكم بتبعثوا له مثلا اعتبروها جزء من تكاليف التسويق عادي يعني فتبعثوا له مثلا كل واحد منتج الشرط انه يجرب المنتج وبعد اسبوع يسجل فيديو لنفسه ويجاوب على مجموعه من الاسئله انتم تكونوا سالينه اياها فبتبعثوا له مثلا الاسئله كذا 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 فهو بيطلع بيجاوب على هاي الاسئله بفيديو انت بتاخذ الفيديو هذا فصار بتكون ان تستيموني فهذا كمان طريقه ممكن تاخذوا فيها تستيموني في شو اسمه في شهادات اصلا على اي منتج اصلي في شهاده من المصنع نفسه وفي شهاده تصدر من الدار اللي هي غرفه تجاره صناعه البلد نفسه اه زي غرفه تجاره اي فممكن حتى تراويها مثلا العميل اللي يحب يشتري احنا عندنا منتج اصلي وهذه شهاده المصنع وهذه شهاده المنتج بالضبط هي الاخذ بكل الاسباب حتى نشيل الداوت أيه اخذ بكل الاسباب بالعكس الا اذا كان غير اصلي اذا كان مش اصلي موضوع خلاص راح ما في مجال يعني الواحد يسعى لشيء في نهايته هو مش اصلي مية بالمية اشياء كثيره يعني احنا هذا اللي ذكرناه يمكن شيء بسيط ولكن في امور ثانيه طيب خلينا نلخص الاشياء اللي شاركنا فيها ابو حمد اول شيء تاكد انه في رخصه للبراند نفسه تمام ثاني شيء تاكد انه في براند فعلا يعني ما يعني على الاقل في لوجو في مش ويب سايت عادي في اي كوميرس بلاتفورم اللي من خلاله بصير الطلب مش انه الطلب على الواتساب فعلا في رخصه في اي كوميرس بلاتفورم في تيستيمونيالز التيستيمونيالز تكون مبنيه بشكل صحيح تكون اوثنتيك اسال دائما ممكن تعمل مسابقات عشان الناس تشارك التيستيمونيال وكون فعلا البراند اصلي وكون في عندك كمان شهاده اي شهاده منشاه شهاده الاكريديتيشن تاخذها من المنتج نفسه نعم. وتشاركها للناس فهي كلها بتؤدي لعوامل تخلي البزنس تبعك موثوق ممكن عامل اخر تضلك تعمل كثير او تضلك تعملي كثير فيديوز عن المنتج ممكن تضل تجربيه على حالك اذا فيش عندك مشكله شغلي هالكاميرا هاي ولطي حالك بهالميك اب او من صديقاتك جربي عليهم انه مثلا او ممكن تعمل مسابقه انه حنعمل فري ميك اب ارتست سمثينج اللي حاب يشارك فيها يجينا على المكان الفلاني او سجل وراح نعملها بمكان الفلاني وممكن بالبيت ممكن حتى عندك عادي وتسجلي وانت بتعمل الميك اب لصاحباتك او للناس اللي بيشاركوا فيها للفانز حتى ممكن اللي بتابعوك على الانستغرام او الفيسبوك وانهم يشوفوا بعينهم فاحنا كل ما شفنا بعيننا كل ما راح الشك وصار في علاقه اكثر مع البراند فاعتقد هاي الاشياء ممكن يعني مش ممكن اكيد هي الاشياء اللي بتحل مشكله التراست وبتخلي الكونكشن اعمق بعدين هذا اعتبريه نوع من التسويق يعني اصرفي على شيء بحيث انه بالنهايه تطلعين بنتيجه ممتازه لزبائنك حتى يشترون على طول الزبون اللي يجي ويثق فيك بصير سفيرها بصير على طول بصير سفيرها بخبر الناس بخبر العالم كله من تجربه فاصبحت لو دفعتي ليش مثلا على التسويق 1000
دينار كبير. لا مش 1000 دينار ولا بجوز كثير. لا 1000 دينار مالي 1000 دينار. يعني 1000 دينار جبت لك الناس هذول اللي تضيع عليهم شيء 5000 درهم. ايوه تصوير مثلا ادفع ال 1000 دينار هذا وشوف كم 1000 دينار بيجوك. ايوه ما هذه بعدين صح في ريبيت الكاستمرز. انت اللي بيشتروا علبه الميك اب هي بتخلص بعد شهر ولا بعد بعرف شو الاستعمال انا وبده وخلص بصير عنده ادكشن للبراند الفلاني وعارف انه خلص تنطلب من خلال البيج الفلاني او البزنس فبضل دائما على طول ريبيت الكاستمر. فتطلعوا كمان على اللونج تيرم انه شو بصير بعد الشراء. يعني مش انه انا هذا والله الكاستمر كلفني مثلا 10 دنانير عشان حصلته وما ربحت منه ولا دينار. ما هو الكاستمر اوكي هاي الشراء الاول كلف 10 دنانير ممكن الشراء الثاني خلص زيرو ما في كوست لانه اوريدي في ثقه انبنت. فهي كلها عوامل بتأدي للموضوع. ومن ناحية التسويق كمان كوست حق 1000 دينار أنا شايف الموضوع ده إنه فكرت فيه أكثر أو فكرت يعني سألته حالك السؤال هذا بتشوفوا إنه الكوست بالنهاية إذا قارنت التكلفة اللي بدك تحطها بفيزيكال شوب لو تروح على مكان مميز بدك ناس تيجي عليه مثل مول مثلا مكلف. فأنت ممكن تشيل هاي الكوست اللي تنحط على الفيزيكال شوب اللي ما لها داعي أنا برأيي لأنه يعني إذا تقدر تعمل وصل الفكرة أونلاين فخلاص وتحط باي مكان عادي بعيد مش بعيد بتفرقش يعني ستور مكان بغض النظر شو بس التركيز اونلاين واستثمرنا الفلوس اللي كانت ممكن تكون بادجت للديكور للاجار لغيره حطينا ايوه للموظفين حطيناها في الماركتينج او الادفرتايزنج بالطريقه هاي. فاذا هذا خير استثمار منصه للعرض وستور 100% بس هذا مطلوب خلاص هذا المطلوب وزبون لتقفيج بطريقه معينه وخلاص ان شاء الله الأمور كلها طيبة. نتمنى إن شاء الله نشوف المنتج مالك هنا في دولة الإمارات إن شاء الله. أيوة تبعث له بتصير خلص فولفيلمنت شيبينج وبصير ناس وورد وورد وايد شيبينج. طيب بتمنى تكونوا استفدتوا. في شيء حابب تضيفه أبو محمد قبل ما أعمل خطأ؟ والله ما عندي أي شيء. أشكرك أول شيء على المشاركة معي. ما قصرت ثانك يو. شكرا للمتابعة أيضا. إذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا منشن لشخص حابين يسمع هيك حكي بلس انشروه عندكم حتى يوصل لناس أكثر. وإذا حابين تعرفوا كيف تكونوا رواد أعمال ناجحين أكثر في عملكم إذا روحوا على الموقع الإلكتروني www.learn11.com في فيديو برزنتيشن أو وركشوب أونلاين تريننج أعتقد إنه بيساعدكم كثير في رحلتكم. راح ألف ورا الكاميرا أشوف إذا في أسئلة قبل ما نحكي لكم جود باي وإذا ما في أسئلة بيكون أوريدي جود باي.